احنا فين يا فندم من المليون ونصف فدان؟ احنا حاليا اللي مطروح قرابه 300 الف فدان، وتم التعاقد على قرابه 500 الف فدان ما بين مستثمرين وصغار مزارعين، والجانب الاكبر لصغار المزارعين والشباب اللي هم بيكونوا مجموعات من 10 افراد الى 23 فرد، وبيكونوا شركه وبييجوا يتعاقدوا مع يعني احنا تعاقدنا بالفعل ل 500 الف فدان وطرحين 300. احنا طرحين ال 800 كلهم اللي تم التعاقد عليهم قرابه ال 500 الف فدان. ده في اطار المرحله الاولى؟ احنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، المرحله الاولى والثانيه. سلمنا قد ايه بالفعل يا فندم؟ في مساحات كبيره تسلمت وجاري التسليم حاليا، لان احنا بنمد الطرق، ومع مد الطرق بنبتدي نسلم الناس، بنسلمهم الاراضي ونسلمهم الابار، وفي ناس في بعض الاماكن زرعت بالفعل وطلعت انتاج. ده بالنسبه للحاجات اللي هم استلموا امتى تقريبا؟ دول في ناس استلمت من حوالي 6 شهور، وفي ناس استلمت من حوالي 8 شهور، وفي ناس استلمت من حوالي 4 شهور. بس حضرتك في هنا نقطه مهمه جدا، كل منطقه من المناطق لها خصائص معينه طبقا لطبيعه الميه وطبيعه التربه. يعني الناس اللي في منطقه المغرى الزراعات هناك غالبا ما هتبقى اشجار، والاشجار بتاخد فتره طويله على الانتاج، بتاخد 3 الى 4 سنوات. في منطقه زي الفرافره نسبه الملوحه فيها قليله، وبتسمح بزراعه محاصيل موسميه. اللي خدوا في الاراضي اللي فيها محاصيل موسميه قدروا يزرعوا. في بعض الناس خدت استلمت من فتره 7 أو 8 شهور في المغرى، وفعلا بدأوا يزرعوا أجزاء من أراضيهم. ففي تنوع في الأراضي، وبالتالي كل منطقة لها طبيعة التربة وطبيعة المناخ وطبيعة المية اللي موجودة في الأبار. احنا المية عندنا كلها بيها جوفية، كلها في أبار.